بعض الناس لما تدعو للوالي يشككون فيك، ألم يقل أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: نقل عن السلف كالإمام أحمد والفضيل ابن عياض أنهم كانوا يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان لما في صلاحه صلاح للرعية. ولذلك قال بعض السلف: من لا يدعو للإمام ففي قلبه هوى. صدق، من لا يدعو للإمام ففي قلبه هوى.